إطار الأنشطة التي تقوم بمواجهة جمعية الشباب في إقليم التأهيل، نظم النادي الثقافي المنضوي للجمعية أمسية فنية تتضمن عرض مسرحي تحت عنوان الحلم المغربي من تأليف وإخراج فاطمة الزهراء الزين. هذا العرض يعالج ظاهرة الهجرة والحلم لكل شاب مغربي يريد الهجرة إلى الخارج. في هذا الإطار كانت هناك عروض متنوعة، منها عروض تعبيرية ورقصات تعبيرية زائد أناشيد تربوية في من إنتاج فرقة تابعة للنادي الثقافي لجمعية شباب المغرب. في هذا الشأن نشكر كل من ساهم في إنشاء هذه الأمسية، وهنا أذكر وأقول أن نشجب كجمعية التصرف الذي قام به مدير ثانوي حسن بن ثابت على عدم إعارتنا منصة من أجل إنجاح هذا النشاط لكي يكون في صورة